ومعكم الشيف عبد البسيط، كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وبصحة جيدة ان شاء الله. الحلقة ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها لواحد الكيكة، واحد الكيكة كتطلع رائعة، كانوا طلبوها لي بعض الاخوات، وان شاء الله يعني بالاخر بالعصير ديال البرتقال وبالرقائق ديال اللوز. ودابا غادي نشوفوا طريقة التحضير ديالها ان شاء الله، ونشوفوا المقادير ديالها ان شاء الله. كما كتلاحظوا عندي هنايا 380 غرام ديال الدقيق، عندي هنايا 130 غرام ديال عصير البرتقال، عندي 130 غرام ديال الزيت النباتية، 3 ديال البيض، عندي هنايا السكر عندي 280 غرام، عندي 40 غرام ديال المربى، عندي 10 غرام ديال الخميرة، وغادي ناخد واحد 8 غرام ديال بودرة فانيل. هي البودرة فانيل يعني 8 غرام، غادي نعملو ملعقة صغيرة هنا، وهنا غادي نعملو هاد الخميرة مع الدقيق. هنا غادي نجيبو الكسميتو هاد الباسين ديالنا، وهنا كما كتلاحظوا هاد المول هذا يعني مدهون بالزبدة، وعملت ليه الرقائق ديال اللوز. هنا غادي نوضعو البيض ديالنا، غادي نعملو السكر، غادي نضربو يا اما بالضراب اليدوي يا اما بالاخر الضراب الكهربائي ولا بالكسميتو بالباتور. دابا غادي نضرب هاد البيض هذا وغادي نولي معكم ان شاء الله. هنا كما كتلاحظوا هو طالع، يعني علاش ماشي بغينا نطلعوه، يعني بغينا باش داك السكر يذوب. هنا غادي نوضعو هاد نعملو هاد العصير البرتقال، وهنا غادي نعمل الزيت ديالنا، وهنا غادي نعمل هاد المربى، وهنا غادي نجيب واحد الفويت ونخلطو بحال هكذا. يعني كطلع ديك البيض والسكر كيكون يعني كيجي بحال الكريم، كيجي طالع والسكر داب، ما كيبقاش محضر ولا شي حاجه. هانتوما بحال هكذا. غادي نجيبو هاد الدقيق ديالنا مع الخميره والفانيل، نعملو نصف الكميه ونخلطو. هي ساهلة ماشي صعيبة ولا شي حاجة. مازال خصها شوية. وهنايا الدقيق ما خصناش نعملو مثلا يعني كاين الدقيق اللي كيشرب، تنحسو يعني نحسو بديك العجينة يعني ما ثقيلة ما خفيفة. ثم العجين ديالنا، العجينة ديالنا تقريبا خاصها واحد شوية يعني بحال ديك 350 غرام. وستين غرام دائما الدقيق، كاين اللي كيشرب كاين اللي كيرخي الماء، دائما خص تلعبوا معاه. هانتوما بحال هكا يكون العجين، يكون بحال هكذا. هنا غادي نعمل واحد شويه هنا، غادي تعرفوا على ياش. هنا غادي نعمل مع واحد تقريبا ملعقة صغيرة ديال
بودرة كاكاو بحال هكذا اسمحوا لي لحقاش ما عنديش هنايا في الخدمه هذوك الصفايات الصغار، عندي الحاجه الكبيره هنا. وهنا نخلطوا هذا العجين ديالنا، ان شاء الله تبان لكم مزيان. انتما كما كتلاحظوا يعني هالكيكه الشوكولا ديالنا هذه ان شاء الله غادي نعملوها في المول. دابا ان شاء الله غادي نحمل شويه هنا بحال هكذا، نعملو تقريبا النصف ديال العجينه. هنا غادي ناخذ هذا الكاكاو ديالنا بحال هكذا، يعني حاجه سهله ماشي صعيبه بزاف، يعني خص شويه الانسان شويه ديال التركيز وصافي. نعمل عاوتاني هذه الكميه اللي بقات لنا هنايا ديال الكيك، هيا نحاول نبين لكم مزيان. وانتم دابا من بعد ما غطينا داك العجينه الشوكولا نجيب واحد الكوردوني بحال هكذا هكذا وكنمشيو بحال هكذا بحال هكذا، وما نقيسوش القاع يعني غير العجينه وصافي بحال هكذا صافي ونخليوها. دابا ان شاء الله غادي نطرحوها على 160 درجه، وغادي نخليوها تقريبا من 30-35 دقيقة، نقلبوها بشي سكين ولا شي حاجة باش نشوفوا واش طابت ولا مازال. إن شاء الله غادي نولي معكم ونعطيكم الوقت ديالها بالضبط. ديالنا كما كتلاحظوا يعني عملتها على 160 درجة 45 دقيقة خرجتها هانتوما الشكل ديالها. كنتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم، وما تنساوش اللايك دابا هبط اللايك الله يجازيك بالخير، وهنا باش يعني تشجعوا شويه هذه القناه تزيد القدام وتوصل للجميع، والاجر كتشاركوا فيه حتى نتوما ان شاء الله. وهنايا هنايا باش كنعرفوها طايبه كنشدوا واحد السكين ولا كوردوني كندخلوه لداخل نجبدوه، الا ما طلعتش مع العجينه صافي كنعرفوا كسميتو الكيكه ديالنا طابت. وهنا ان شاء الله دابا انتم كما كتلاحظوا انتما راه كتجي طايبه مزيان من التحت انتما ومن الفوق، يعني كتجي رائعه بزاف. وهنا دابا ان شاء الله غادي ندهنها بالمربى. وهنا يعني اي حاجه بغيتو تدهنوها يعني ماشي مشكل، ناباج المربى شوكولا شنو ما حبيتو. وهنايا كنعاود ندهنوها، علاش انا كتعجبني المربى يعني كتدخل كيشرب يعني كتجي كتعجبني هذيك التعليكه ديالها من الفوق، هذا هو علاش كنعمل انا المربى غالبا. تشوف المربى اللي مزيان هانتوما بحال هكذا. وهنا غادي نجيب شويه ديال الرقائق ديال اللوز هانتوما، هنا غادي نهرسوه شويه بحال هكذا نخليوه صحيح بحال هكذا، وهاد الرقائق ديال اللوز راه داز الفران يعني ماشي خضر يعني بهاد الطريقه. وانا بغيتو تعملو الكوك ولا يعني جوز الهند او فول سوداني الكاوكاو شنو ما حبيتو عندهم بهذه الطريقة. وهنا ان شاء الله نشوفوا نقطوها نشوفوا الشكل ديالها من الداخل ان شاء الله. بسم الله
وهنايا ان شاء الله كما كتلاحظوا بسم الله انتما الشكل ديالها من الداخل كما كتلاحظوا، يعني كلها كتجي بحال هكذا وكتجي رائعه في الاكل ديالها وفي المذاق ديالها وفي المنظر وفي كل شيء. كنتمنى ان شاء الله تنال يعجبكم، وكما قلت لكم دائما ما تنساوش البارتاج، وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. وصلنا لنهاية الحلقة، وكنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.